السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير في قناة يوميات ام سوزي. النهاردة يا جماعة بابا بابا المرة اللي فاتت كان عامل لكم صينية كيكة وصينية تورتة في الفيديوهات اللي فاتت، لو انتوا عاوزين تشوفوها في قناة يوميات ام سوزي. النهاردة بابا هيعمل لكم صينية بسبوسة. يلا بقى بينا نشوف المكونات، وبابا هيمشي معاكم واحدة واحدة. طبعا يا جماعه كيسين بسبوسه جاهزين، ولمونيه وسمنه وسكر وعلبتين زبادي. بابا هيمشي معاكم واحده واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه يا حبيبي حلوين؟ ان شاء الله باذن الله النهارده هعمل معاكم صينيه بسبوسه. طبعا هنبدا بالمكونات. اول حاجه هناخد ان شاء الله باذن الله 3 معالق سمنة همت، ومعلقة زبادي برضه همت، هنضيفه مع السمنة. كنت شايفين اهوت، ونضرب السمنة على الزبادي على الزبدة كده اهوت، على السمنة اهوت لحد ما يختلطوا ببعض اهو. نضرب على بعض اهمت، ونقوم جايبين كيس البسبوسة ونفضهم عليهم زي ما انتم شايفين اهو. كيس تاني اهو، ونقلب كله على بعض اهو. وضربت المكونات على بعضها اهي، هدي كل ما اختلط على بعضه. شوفوا عملت ازاي، بقت سايبه من بعضها، بقت طريه خالص اهي. هرجع بعد كده ان شاء الله باذن الله هجيب الصينيه ان شاء الله باذن الله اهوت، واحط بعد الزبده برضه في الفار من تحت اهوت، وهنزل ان شاء الله بالمكونات تحت اهيت بالعجينه بتاعت الفيش في الصينيه بعد ما تنتهي من تحت من القعر بتاعها اهوت. وهرجع اهوت اسويها اهوت في الصينيه زي ما انتم شايفين اهوت. وبعد ما سويت دوت يا حبيبي اهوت هتاخدها الفرن ان شاء الله. نعمل بقى الشربات بتاعها اهوت، هناخد كوبايتين ميه كوبايتين ميه معايا اهوت، احط عليهم ايه 3 معالق سكر، وعلى حسب بقى اللي عاوزها سكريه عادي يكتر سكر، عاوزها كده عاديه عادي اهو زي ما انتم شايفين اهوت. اقوم جايب ليمونه اعصرها فين على الماء والسكر، وحطهم على النار اهوت، وحطهم على النار اهوت لمدة 10 دقايق او ربع ساعة.
يا حبايبي ابو محمد عمل صينيه البسبوسه معاكو، وهو قال لي اعملها طلعها من الفرن يعني، وبص عليها وكده عشان هو راح يصلي يا جماعه، وانا هكملها معاكم. بصوا هو عمل الشربات لما برد اهوت. مش يا حبايبي وانا هسقيها بقى كده، شايفين بعد ما تطلع من الفرن على طول عشان تشرب من الشربات بتاعها. اهو يا حبايب قلبي شايفين. بصوا يا حبايبي انا هقطعها معاكم اهو شايفين، بس صينيه البسبوسه طالعه جميله جميله جميله، 10/10 شايفين. قلت هقطعها معاكم. بابا يا جماعه عمل البسبوسه اهي، طعمها جميل وشكلها حلو جدا. ويلا بقى متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنتات عشان توصلوا كل جديد وتشتركوا في القناه. سلام.